طيب امبارح النادي الاهلي بعت خطاب رسمي لوزاره الداخليه عشان السماح بالساعه الكامله للجماهير في استاد القاهره. طبعا مهم جدا الجماهير تحضر وتشجع وتؤازر وتحتفل مع اللاعبين ببطوله الدوري، ويكون مظهر احتفالي مميز للفريق يليق حتى بالبطوله وانت بتختتم الموسم. يعني عادي جدا ممكن الموسم بالكامل نتيجه الظروف واللي احنا يعني بنحاول ندخل الجمهور واحده واحده تبقى الاعداد الجماهيريه في الملاعب مش كتير، ولكن لما تكون مباراه تتويج وما فيهاش منافسه والامر محسوم مهم جدا ان يكون في حضور جماهيري. يعني الاستاد يعني نتكلم في نص الساعه، يعني الاهلي بيطلب الساعه الكامله، لو يتوافق مثلا على 30,000 يتوافق على 40,000 هيبقى المنظر جميل. نتمنى يا رب خلال الساعات القادمه يكون في يعني قرار بخصوص هذه الجزئيه، لان بصراحه مشهد الاحتفاليه ده هيكون تتويج لجهود كل القائمين على البطوله، الرابطه والحكام واتحاد الكوره والانديه والنادي الاهلي والمنظومه والامن في المقام الاول قبل كل ده. فده شيء مهم جدا وهيكون اكبر تسويق لبطوله الدوري كمان خلال السنوات القادمه، في ظل اللي احنا شايفين تحديات كبيره جدا موجوده في الشرق الاوسط بالنسبه للدوريات العربيه وحتى في الدوريات شمال افريقيا. شايفين الدوري المغربي بشكله جديد، شايفين المنافسات اللي موجوده في الدوري الاماراتي الدوري السعودي، فنتمنى الدوري المصري يرجع من جديد لمكانته اللي احنا عارفينها. دي كانت جزئيه متعلقه بالحضور الجماهيري في مباراه حرس الحدود بكره.